فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أفطر بجماع في نهار رمضان ثم كفر ثم جامع في النهار نفسه في اليوم نفسه، هل يكفر مرة ثانية؟ هل مر بكم قريبا نسيتم هالسرعة؟ نعم، إذا جامع قبل أن يكفر في يوم واحد فعليه كفارة واحدة تتداخل، وإذا جامع ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية. نعم.